مناظرة شعرية للأدباء والمثقفين الشباب أقامها اتحاد الكتاب العرب للفرق الأدبية الشبابية التي يشرف عليها، وذلك من خلال ما يحفظونه من شعر عربي. هذه الجلسة هي عبارة عن لقاء، ولقاء إن صح التعبير أقرب ما يكون إلى اللقاء الارتجالي، بمعنى هي حوارية شعرية بين شباب، وهناك لجنة تحكيم من أعضاء اتحاد الكتاب العرب من الشعراء في اتحاد الكتاب العرب وتحديدا في المكتب التنفيذي، الذين سيقيمون ما سيقوم بإلقائه أو ما سيلقيه هؤلاء الشباب في هذه الجلسة. هذه المناظرة هي متنوعة كثير لكل الأعمار ولكل لكل الدراسات، فعنا ناس متخصصة بالأدب العربي وعنا ناس لا مو هي الدراسة، عنا ناس حتى ما لهم جامعيين ممكن من الأعمار الأصغر ممكن. كمان ممكن يكون في ناس معتمدة على الحفظ وناس تعتمد على الارتجال، كمان في ناس مشاركة معنا هي ناس شاعرة وعندها كتير دواوين وعندها كتابات، فالمناظرة كتير متنوعة. المناظرة ضمت فرق آدم دانيال وأبو العلاء المعري وأتأبط شرا ونزار قباني وعنتر العبسي وامرؤ القيس. حبيت اليوم شارك مع الشباب الصغار كنوع من المشاركة تحفيزية أو تشجيعية لهم بهذا الوقت وهي الظروف. فريق اسمه باسم أبو العلاء المعري، طبعا غاب واحد، احنا كنا اثنين وكان في منافسة حلوة. المسابقة انه هي شيء كتير حلو، وانه حتى انه هيك تحس تقييم معنوي للشخص، انه كتير ما ضروري التقييم المادي، في التقييم المعنوي للشخص انه انت حققت نجاح، فهذا الشيء اكيد بيخلي الواحد يكون مبسوط كتير وعنده هيك انه رغبة بانه دائما يستمر ويحقق الشيء اللي بباله، فهو الشعر افضل شيء انه صار انه افضل تجربة انا خطة بحياتي يعني، وجربت كتير باماكن وسط الشام بالقنيطرة وكذا مكان يعني، وكتير انبسطت. انا حضرت للمشاركة في هذه المسابقة مع ابنتي، ولم اكن اتوقع ان اكون طرفا في هذه المسابقة، ولكن شاءت الاقدار ان تغيبت احدى المشاركات، فانضممت انا الى الفريق بجانب ابنتي، وان شاء الله ابلينا بلاء حسنا. المناظرة تخللها مناقشات من الحضور الشباب وطرح أفكار ورؤى جديدة يمكن الاستفادة منها في المناظرات القادمة.